إذن هي حقيقة وبكل تفاصيلها توصف هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية بالمختلفة، لكن لماذا؟ انطلق إذن السباق بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب بوجه منافسه الديمقراطي وهو الرئيس الحالي جو بايدن، لكن بعد أداء بايدن في المناظرة الرئاسية الأولى وارتفاع أسهم ترامب والجمهوريين بشكل كبير عقبها وصدمة في صفوف الديمقراطيين، تعرض بايدن لضغوط من داخل حزبه وكبار القادة داخل حزبه أدت لقراره سحب ترشحه. الخيار وقع بديهياً بعد بايدن على نائبته كامالا هاريس التي أطلقت فور ترشحها واعتمادها من قبل الحزب الديمقراطي حملة انتخابية نشطة أعادت للديمقراطيين الزخم ورفعت من حظوظهم، كما نجحت في تقليص الفارق مع ترامب في استطلاعات الرأي قبل أن تتفوق عليه في عدد منها. على الصعيد الأمني هذه الانتخابات كانت مختلفة إلى حد كبير بتعرض ترامب ليس لمحاولة واحدة للاغتيال ولكن محاولتين. الأولى كانت في 13 يوليو الماضي وذلك بعد إطلاق النار عليه في تجمع انتخابي ببنسلفانيا. أما المحاولة الثانية فكانت في منتصف سبتمبر الماضي بوقوع حادث لإطلاق النار قرب مقر ترامب في ولاية فلوريدا. دولياً الآن تجري هذه الانتخابات في مشهد مختلف يعيش فيه العالم العديد من النزاعات الدولية إلى حد كبير تنتظر قراراً من الرئيس المقبل. أوروبا مثلاً تعيش عامها الثالث من الحرب الروسية الأوكرانية وسط ترقب لمصير الدعم الأمريكي لكييف وأيضاً التصدي للقوات الروسية، وأيضاً قلق أوروبي متناوي من موقف واشنطن من هذه الأزمة. أما هنا في الشرق الأوسط فدخل في العام الثاني من الحرب التي انطلقت من غزة وامتدت بعد ذلك لنزاع إقليمي شامل ما بين إسرائيل وإيران، نزاع تحاول واشنطن منعه لكنها لا تستبعد تحاليل عدة انخراطها فيه بشكل مباشر في حال اندلاعه. شرق آسيا غير بعيد أيضاً عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وحسابات الرئيس التحركات والتجارب النووية وكذلك الصاروخية لكوريا الشمالية تقلق حلفاء أمريكا في هذه المنطقة، وبينما الصين لا تخفي رغبتها بإعادة السيطرة على جزيرة تايوان، بل إن الدعوات في بكين للاستعداد لحرب واسعة باتت معلنة. إذن كما أشرنا هي ظروف استثنائية للانتخابات الاستثنائية، نتيجة ينتظرها الأمريكيون لكن معهم العالم وسط ملفات شائكة تنتظر بدورها الإدارة الأمريكية الجديدة. إذن للمزيد من المتابعة عن هذه التطورات معي هنا في الاستوديو مديرة مركز التعاون وبناء السلام للدراسات دكتورة دانيا الخطيب. دكتورة دانيا أهلا بك معنا في هذه التغطية المفتوحة ولا شك على شاشة سكاي نيوز عربية. ربما تطرقت قبل خلال العرض لأهمية هذه الانتخابات حقيقة بالنسبة للأمريكيين بالنسبة للعالم كذلك معهم. ما الذي يلفت انتباهك لخصوصية هذه الانتخابات وما الذي يقف على المحك فيها؟ أولا المرشحين هاريس وترامب كل منهما يقول أنها انتخابات استثنائية
وأن البلد أمريكا كبلد كدولة هو على المحك. ترامب يقول إنها الفرصة لاستعادة البلاد وحماية الاستعادة البلاد من المهاجرين الذي الغير شرعيين الذي يصفهم بالمجرمين. وأما بالنسبة لي كمالا هاريس فهي تصف ترامب بأنه مختل وغير موزون وتقول أنها الفرصة لحماية الديمقراطية. وهنا نقطة جدا مهمة لأن الديمقراطية هي شيء جدا مهم بالنسبة للأمريكيين. لا تنسي أن أمريكا هي بلد من المهاجرين. الإرث الوطني الديمقراطية هي الإرث الوطني. الديمقراطية هي ما يجمع كل الأمريكيين. مثلا كتاب أليكسيس دو توكفيل ديموكراسي إن أمريكا، ديمقراطية في أمريكا، يدرس في المدارس وفي الجامعات. وبالنسبة للأمريكان كثير من الأمريكان ينظرون أن الديمقراطية في خطر. يعني في مركز بجورج تاون في مارس قام باستطلاع رأى أن 81% من الأمريكيين يخافون على الديمقراطية، يخشون من الديمقراطية. أما حديثا قام باستطلاع كما شيكاغو كونسل قام باستطلاع أول واحد رأى أن 72% من الأمريكيين يخشون على الديمقراطية بينما شيكاغو كونسل رأى أن 67% يخشون على الديمقراطية. وما الذي عزز مخاوف الناس والذي استعملته هاريس في حملتها الانتخابية هو البرنامج 2025 Project مشروع 2025 الذي أطلقته مؤسسة هيريتج فاونديشن. وهيريتج فاونديشن هي مركز أبحاث ولكنه يميني هذا المشروع يعزز من قوة السلطة التنفيذية. نحن نعرف أن أمريكا تتميز بفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية. فهذا المشروع يمثل أنه الفكر المسيحي القومي وأخذ البلاد ناحية الأوتوكراتية. لكن دعينا هنا فقط دكتورة ننوه أنه ترامب أخذ مسافة ونأى بنفسه عن هذا المشروع إلى حد كبير. وهنا يعني أعود لمسألة ربما ما يميز هذه الحملات وهذه الانتخابات وحتى لدرجة الخطاب فيها، يعني كان لافت التخويف من الآخر، صح، التهديد الذي يمثله آخر على الولايات المتحدة وعلى مصالح البلد وما إلى ذلك. إلى أي مدى هذا يجعل كل شيء على المحك الآن بالنسبة للطرف الآخر؟ يعني أنه إذا كان ترامب يشكل تهديد، كيف سيتعامل إذا صعد الديمقراطيون أو أنصار كامالا هاريس، والعكس بالعكس أيضا؟ أولا يعني هي كلها التهديدات مبالغ فيها أكيد. أمريكا بلد في مؤسسات قوية، ولكن للأسف الآن كل الحملات هي تركز على التخويف من الآخر مثل ما قلتي، لا تركز على ما يجمع ولكن ولا ما يفرق. ولذلك نرى الآن هذا الشرخ بين الديمقراطيين والجمهوريين، البولاريزيشن، يعني استقطاب. استقطاب، نعم، الاستقطاب. لا نرى مثلا أي أحد يركز على المشاكل الحقيقية للناس، وهذا مشكلة. يعني يركزوا أكثر على ما يفرق الناس وعلى التخويف من الآخر. طيب، هذه كلها نقاط مهمة، لكن عندما نتحدث حتى عن جانب السوابق خلال هذه الحملة، نعم، يعني تابعنا أنه كيف استعاد الديمقراطيون زخمهم بكامالا هاريس، نعم، وكان عندها يعني بعد اعتمادها بشكل مباشر 91 يوم يعني من الحملات، صح، الانتخابية، مقارنة بسنة كاملة بالنسبة لترامب. بالمقابل ترامب أيضا كان له محاولتي اغتيال، بينما، صح، هو الذي يتم التهديد منه، نعم، من العنف الداخلي الذي يتهدد البلاد. هل هذه عوامل يأخذها الناخب الأمريكي بعين الاعتبار، أم أنه البطالة، الهجرة، مسائل الاقتصاد ستكون هي الحاسمة عندما يصوت ويدلي بأصواته الآن؟ لا، أنا أظن أنه هي المسائل المهمة لديه هي يعني قضية مثلا محاولة اغتيال ترامب، هذه عملت زخم لفترة، أنه حين تم الإطلاق النار عليه لم يخاف، ولكنه قال فايت فايت فايت، حارب حارب حارب، يعني قاتل قاتل قاتل. فهذه لا 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 تؤثر. وبالنسبة لهاريس كان لديها 3 أشهر. يعني مثلا لو ترامب، هذا الخطأ من ترامب، لو ترامب لم
يهاجم بايدن، ولم يكن هالأذي هجومي عليه خاصة بالنقاش بالديبيت بالمناظرة، لما اضطر بايدن أن يترك، اضطر بايدن أن يترك بعد المناظرة التي كانت كارثية. لو مثلا ترامب ترك أخطأ التقدير، أي أخطأ برأيك. التقدير لأنه لم أول شيء افتكر ظن أن بايدن لن يتخلى عن مركزه، ثانيا ظن أن الديمقراطيين سيكون في حالة كيوس في حالة فوضى ولن يعرفوا من يختاروا، ولكن الديمقراطيين بسرعة اختاروا نائبة الرئيس والتموا حولها لذلك هو أخطأ. لو ترك مثلا المناظرة بينه وبين بايدن لسبتمبر لما استطاع الديمقراطيين أن يختاروا أحد، ولما استطاعت كاملا أن تقوم بالحملة الانتخابية. يعني هو أعطى كاملا 3 أشهر حتى تقوم بحملتها الانتخابية، وهو وقت كافي، لا أكثر من جولاي يعني حتى الآن 10 أشهر، وكان لها هيدا وقت كافي أن تقوم بحملة انتخابية. الملفات اللي تنتظر الرئيس المقبل، وربما استعرضنا جانب منها خلال العرض قبل قليل، يعني الظرفية لا في الولايات المتحدة ولا خارجها غير مسبوقة إن صح التعبير، ولا أدري إن كانت هذه يعني تعكس الحقيقة أم أنه في كل محطة انتخابية نقول على المحك وربما غير مسبوق كل شيء. لكن ما الذي يجعل أولويات الرئيس المقبل سواء كان ترامب أو كامالا هاريس، وكيف يمكن أن يؤثر على وضع الولايات المتحدة وعلى موقعها؟ هلأ بالنسبة لترامب هو الاقتصاد أول شيء، أهم موضوع لديه هو حماية هو الهجرة الغير شرعية، خاصة أنه يركز كثيرا على المهاجرين، أنه لا سيغزو البلاد وسيغير من شكل البلاد وهويتها وكل شيء. فهو أهم شيء بالنسبة له هو الهجرة الغير شرعية. أما الموضوع الثاني فهو الاقتصاد، وهنا موضوع الاقتصاد هو موضوع يخيف تستعمله كامالا ترامب أيضا ضده، كامالا هاريس ضد ترامب، كامالا هاريس ضد ترامب يمكن عم ضيع كامالا هاريس تستعمله ضد ترامب، لأن برنامج ترامب هو يعتمد على الحمائية، والحمائية هو برنامج اقتصادي كان بالقرن 19 يعني من 1800، والحمائية أثبتت فشلها. الحمائية وهو يقول مثلا هو قام برفع الضرائب والتارفز على المنتوجات الصينية، ولكن ليس بالشكل الذي هو ينوي أن يقوم به. هو ينوي أن يزيد الضرائب على كل شيء يستورد من الصين ب60% وعلى كل شيء يستورد ب10%. جولدمان ساكس، جي بي مورغان، وورتن يقولون أن هذا سيؤدي إلى انكماش وسيؤدي إلى حرب تجارية، لأنه إن البلاد التي تزيد الضريبة عليها هي ستزيد الضريبة على منتجاتك، فهذا سيدفع بكثير من المصانع لأن تغلق أبوابها، وأيضا هذا سيؤدي إلى غلاء الأسعار والتضخم، لأن السلع ستصبح أغلى أكبر. شكرا جزيلا لك إذن دكتورة دانيا الخطيب، مديرة مركز التعاون في وبناء السلام للدراسات. شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا يعني ننتهي من هذه الفقرة، دعونا نعود إلى واشنطن وفضيلة السويسي. شكرا إيمان، تابعنا حوارك مع ضيفتك. نعود هنا إلى واشنطن مع ضيوفنا هنا في استوديو سكاي نيوز عربية في العاصمة واشنطن. معنا حاكم ولاية فيرجينيا السابق بوب ماكدونالد، وكبيرة الباحثين في معهد الشرق الأوسط الدكتورة رندا سليم. أهلا بكما سيد بوب ماكدونالد. تحدثنا قبل قليل في الاستراحة عن عنوان بارز اليوم في الواشنطن بوست، كتبه الصحفي الكبير جورج ويل، The worst election ever، أسوأ انتخابات على الإطلاق. ما هي المؤشرات التي قرأها بعض الأمريكيين لدرجة وصف هذه الانتخابات بأنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة؟
George Will is a highly respected intellectual conservative writer. محافظ محترم ومشهور، وهو عادة يعرف بثقته وبصراحته عن المرشحين. لقد قرأت هذا المقال، وهذا المقال بدأ بنبرة الحملة الانتخابية وأنه وتبين ذلك لدى ترامب ولدى بايدن، وأن كل شخص يعارض أو يوافق مع أحد المرشحين هو شخص معاد أو عدو للمرشح الآخر. إذن بدأ بذلك، وثم انتقد بعض انعدام التناسق لدى هذين المرشحين بشأن بعض الأمور والمشاكل التي تواجهها البلاد على غرار التضخم وجودة التعليم وأيضا بعض الحروب من حول العالم، لا سيما في إسرائيل وأوكرانيا وشمال كوريا. وإذن الضرورة لقيادة قوية، وهو أمر نفتقده اليوم. تحدث أيضا عن باراك أوباما وجورج بوش، لا سيما وأن باراك أوباما حمل أملا كثيرة بالنسبة للبلاد. إنني أوافقه الرأي بعض الشيء بشأن هذا الانقسام. هناك مجموعة كثيرة تعول على هذا الانقسام، ولذلك نحن أمام سباق محتدم للغاية بين أو في الولايات المتأرجحة السبعة. والأمر سيان كان في العام 2000 بالنسبة للمرشح بوش، حيث اضطرت المحكمة العليا لاتخاذ القرار بشأن النتائج. وبالتالي نحن في الولايات المتحدة عددا ما نتخطى هذه المشاكل وهذه الأمور، وعلى الرغم من هذا الانقسام سوف نجد حلا لذلك. ولاية جورجيا هي إحدى الولايات المتأرجحة، أول ولاية ستغلق فيها مراكز الاقتراع، ثم تليها كارولينا الشمالية تقريبا 7:30 مساء. في كلتا الولايتين كان هناك اقتراع مبكر. إلى أي مدى يمكن لهاتين الولايتين أن تعطيانا نتائج يعني قريبة من الواقع أو مبكرة في اتجاهات التصويت؟ يعني باستطاعتها. في السابق جورجيا ذهبت لصالح بايدن، بينما أنه جورجيا عادة ولاية تصوت لصالح الجمهوريين لأنها ولاية أكثريتها بيضة، يعني من البيض. نورث كارولينا قريبة جدا وحاكمها ديمقراطي حاليا، ويمكن أن تكون هي المفاجأة بصراحة في هذا بين هاتين البلدتين. هلأ لأنه الحزب الديمقراطي وخاصة حملة هاريس شجعت كثيرا على التصويت المبكر وعلى التصويت البريدي، بعكس حملة ترامب التي لم تشجع، وخاصة الرئيس نفسه لم يشجع على التصويت البريدي، لأنه في السابق شكك كثيرا بنتائج التصويت البريدي، وهو يضع السردية حاليا لكي يشكك مجددا بنتائج التصويت البريدي. وعادة الذين يصوتون لصالح ترامب هم يصوتون يفضلون التصويت يوم الانتخابات، وهم من الشريحة التي نقول عنها late propensity voters، يعني هو لمرشحين لا يعني صعب انه يصوتوا حاليا، خاصة بين الرجال منهم. اعتماد على هذا النوع من التصويت اذا كان نسبة التصويت هي منخفضة، كما سمعنا من بعض المراسلين أنه إذا لم ترتفع نسبة التصويت، لأن حملة ترامب معتمدة أكثر على الحضور يوم التصويت، أما حملة هاريس اعتمدت أكثر على التجييش، على دفع مناصريها للتصويت المبكر والتصويت البريدي. سيد ماكدونالد، فيما يتعلق بولايات أخرى مثلا بنسلفانيا يتوقع أن تغلق فيها مراكز الاقتراع 8:00 مساء، انطلاقا مما تحدثت عنها السيدة رندا فيما يتعلق بكارولينا الشمالية وجورجيا، هل نتوقع تأخر في حسم بنسلفانيا؟ طبعا
أعتقد ذلك. من المثير للاهتمام أن ولايتي بنسلفانيا وميشيغان سوف تتحكما بنتائج الانتخابات، وذلك مع إغلاق صناديق الاقتراع في 8 مساء. هناك الكثير من التدابير المعتمدة في هذه في هاتين الولايتين، ما يستغرق وقتا لاحتساب الأصوات وما يؤدي إلى بروز النتائج غدا. وإذا كانت النتائج متقاربة سوف يعاد ربما احتساب الأصوات، ما سيستغرق يوما أو يومين إضافيين، وهذا ربما هذا يرتبط بالناخبين المحتملين الذين يصوتون والذين لا تحتسب أصواتهم إلا في وقت لاحق عندما تقرر الولاية ما إذا كانت أصواتهم ستحتسب أم لا. وبالتالي ينبغي علينا أن نتحلى بالهدوء وبالصبر. فأعتقد أن العملية الانتخابية تخضع للكثير من القوانين الفيدرالية والقوانين الخاصة بالولاية، وبالتالي ينبغي على الشعب أن يكون واثقاً بنتائج هذه الانتخابات. المرشحان مسلحان بفرق من المحامين لتفادي سيناريو 2020. هل تعتقدين هذا التسلح بالمحامين سيزيد ربما المعركة حمية الوسيط ربما توتر؟ يعني كله يعتمد على النتائج كم هي قريبة من بعضها. وهناك مثلا بالنسبة للحملة حملة السيد ترامب، حتى قبل الانتخابات في حوالي 60 قضية قانونية رفعتها حملة ترامب لكي تحد من نسبة المشاركة أو تضع بعض الشك أو تضع يعني قيود على نوعية المشاركة على وتصعب المشاركة. وهناك كما تفضلتي وقلتي سيدة فضيلة أنه في الحملتين لديهم قانونيين مختصين بقانون الانتخابات. وفي السابق في 2020 حاولت حملة ترامب أن تشكك في الانتخابات ورفعت قضايا كثيرة لدى خاصة في بنسلفانيا وفي ميشيغان. وكما رأينا في 2020 كل هذه القضايا خسرها السيد ترامب كلها. ولكن عودة إليك سيد ماكدونالد، ألا يفترض بالثغرات التي ظهرت عام 2020 في الانتخابات الماضية تم سدها قانونيا حتى لا يتكرر السيناريو، لماذا كل هذه المخاوف الآن؟ كلما يكون السباق الرئاسي محتدما يبدأ المرشحين بالنظر في مختلف الخطوات التكتيكية والقانونية والسياسية لحسم النتائج لصالحه. في العام 2020 ظهرت أو تزايدت ظاهرة اكتسبت ظاهرة التصويت بالبريد زخما، ولكن بسبب جائحة كورونا ومن أجل تعزيز الوصول إلى التصويت أعتقد أن الكثير من الولايات اعتمدت التصويت بالبريد، وهذا يزيد من مخاطر الاحتيال والتزوير. ربما هناك أشخاص متوفين يدلون بأصواتهم عبر البريد، هذه ظاهرة برزت مؤخرا، ولكن هناك آليات لمعالجة هذه الأمور في حاكم، وعولجت معظم هذه الثغرات بطبيعة الحال منذ العام 2020. معظم الحكام الجمهوريين في الولايات الجمهورية ربما يسيطرون على آلية احتساب الأصوات، أما في الولايات الأخرى أعتقد أن الأمور سوف تجري على ما يرام. إلى حد ما أو شبه الحاسمة اليوم ستكون ربما أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة أنه لا تعلن النتائج بعد إغلاق صناديق الاقتراع ولو حتى بشكل تقريبي. لا، حصلت ب 2020 هناك بعض النتائج، ولكن كانت في هناك مؤشرات. يعني كان في مؤشرات، كانت في مؤشرات صراحة، كان في مؤشرات بس لم تعلن النتائج، لم تحسم النتائج. القضية الآن أنه حتى المؤشرات الكل يتحدث عن الحذر في قراءتها، لأنه صار في خطأ بال 2016. كان كثير من المؤشرات تقول أو قالت أو كثير حتى من التي في أوتلت قالوا أنه
كلينتون ستربح هذه الولاية، وبعد التدقيق لم تربح كلينتون الولاية. لذلك هناك كثير من الحذر لدى الذين يقومون باستطلاعات الرأي، لدى كثير من الحذر شركات التلفزيون التي تعلن من هو الفائز أو الفائزة في أي ولاية، أنه يتخذ كثير من الوقت وكثير من الحذر في إعلان أي ولاية لصالح الفريق أو هذا الفريق. هلا مثلا إذا نأخذ ولاية ويسكونسن، أوريدي قالوا كما حصل في السابق لن تكون هناك نتائج حتى شبه نهائية حتى غدا، يعني إنه ما، وهي من الولايات المتأرجحة. بقى في بس ثلاث ولايات يلي هن صرحوا المسؤولين فيهم عن الانتخابات إنه ستكون هناك نتائج شبه نهائية بعد إغلاق صناديق الاقتراع: كارولينا الشمالية، جورجيا، و I think أريزونا إذا مش غلط. سيد ماكدونالد، هل تتوقع إنه قد نشهد ربما إعلان ترامب في حال كان السباق متقارب أن يعلن نفسه فائزا؟ هناك مخاوف من أن تحدث هذه ربما الالتفاتة منه. يعني مراسلنا قبل قليل في ولاية فلوريدا تحدث عن مخاوف أنهم يريدون النتيجة اليوم أو الفوضى. لا أعتقد ذلك، لا أعتقد أن هذه سوف تكون ما ستكون الأمور عليها. عادة الجمهوريون يناصرون ويدعون الناخبين إلى الذهاب والتصويت مبكرا، وبالتالي هناك ثقة لدى الحزبين أنه يمكننا أن نعالج الثغرات ونعالج الأخطاء في التصويت البريدي. وبطبيعة الحال إذا كان هناك من آليات قانونية يمكن دحضها، لا يعني ذلك بالضرورة أن نشكك في الديمقراطية، بل أن نستخدم القانون لنحرص على احتساب كل الأصوات وعدم احتساب الأصوات التي لا ينبغي احتسابها. وأعتقد أنه ينبغي على الطرفين أن يقوما بذلك، ولهذا السبب لدينا الكثير من القوانين والكثير من المحاكم التي يمكن للطرفين اللجوء إليها، وهذا ما يعزز الثقة لدى الشعب الأمريكي. قمنا بما في وسعنا في الماضي ولجأنا إلى المحكمة العليا لاتخاذ هذه القرارات، والأمر سيئاً في هذه الحالة. الجميع طبعاً يترقب أنه تأخر على النتائج، لكن تقريبياً كم ستستغرق ذلك؟ يومان، ثلاثة أيام أو أقل من ذلك؟ لا، في مؤشرات حول نتائج بعض الولايات تعطينا فكرة عن ولايات أخرى. مثلا إذا ولاية ميشيغان التي نعتقد أنها ستعلن نتائجها شبه نهائية اليوم ذهبت لصالح ترامب، لصالح السيدة هاريس، على الأرجح أن ولاية بنسلفانيا وولاية ويسكونسن ستذهبان كذلك لصالح السيدة هاريس. وإذا هي حصلت على هذه الولايات الثلاث ولم تخسر في الولايات الأخرى التي حاليا هي لصالحها أو نعتقد أنها ستربحها، لكن طريقها للبيت الأبيض خلص صار مضمونا. أما إذا مثلا ولاية ميشيغان لم تذهب لصالح هاريس، هناك سيناريوهات مختلفة لكي تصل إلى البيت الأبيض، ولكن ستصبح أكثر تعقيداً، وسيزيد الشك إذا ولاية بنسلفانيا ستذهب إلى السيدة هاريس، سيزيد الشك إذا ولاية ويسكونسن ستذهب إلى السيدة هاريس. ولكن إذا ربحت الولايات الثلاثة الليلة، كارولينا الشمالية وجورجيا وميشيغان، معناه أن هناك نوع من الترند موفمنت يعني لصالحها، وسيوصلها هذا الترند إلى البيت الأبيض. شكرا لك سيدة رندا سليم، أشكر أيضا حاكم فيرجينيا السابق بوب ماكدونالد، شكرا جزيلا لكما.